متابعة مستمرة من وزارة الزراعة لعمليات حصاد القمح بكافة المحافظات لحث المزارعين على توريد القمح للصوامع، خاصة في محافظة القليوبية والتي تشهد عمليات الحصاد بالميكنة الحديثة. الحمد لله تم حصاد تقريبا 25 ألف فدان بنسبة 50%. الحمد لله على مدار الموسم كان تعليمات مع وزير الزراعة بالتواجد مع المزارعين وتذليل وأي عقبات تقابلهم. تم تسوية بالليزر لألف فدان على حساب وزارة الزراعة في مشروع ترشيد المية. تم توفير مستلزمات الإنتاج من بداية المحصول إعداد الأرض الزراعة حتى النهاية. عندي على مستوى المحافظة 170 حقل إرشادي بالتعاون مع الحملة القومية للقمح، المزارعين واخدين تقاوي خدمة إرشادية مجانية وتسوية بالليزر بنجاح الحملة القومية للقمح الحمد لله رب العالمين. وفي ظل إن إحنا كل سنة في تغطيات مناخية، السنة دي شتاء متأخر معانا زيادة في الإنتاج، السنة اللي فاتت كان الظروف أكتر قسوة من السنة دي، لكن كان عندنا متوسط عام جمهورية 19.2، فالحمد لله رب العالمين أصناف القمح عالمية في إنتاجها من فضل ربنا. مشروع ترشيد الري داخل مع الحملة القومية للقمح، احنا دلوقتي في حقل ترشيد بيعمل تسوية بالليزر للحقول مجانا مع للمزارع، فبالتالي بنبدأ ننشر ثقافة المزارع ما يزرعش الحقل بتاعك غير ما تعمل تسوية بالليزر الأول عشان برضه توفر في المية. عدد كبير من المزارعين بقرية صندنهور التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أعربوا عن التزامهم بتوريد القمح، خاصة بعد الأحداث التي تعصف بالعالم وقرار الدولة صرف الحافز الإضافي للتوريد. بالنسبة للزيادة اللي سيادة الرئيس قدمها لنا بأمانة شجعت الفلاح على الزراعة. إن شاء الله نورد إن شاء الله كل الكمية. لا طبعا لازم نورد القمح اللي بنخلي حدنا للبيت مثلا اللي على قد البيت والباقي بنورده كله. طبعا الدعم ده مهم جدا لأي مستثمر في, 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 في كل المجالات، يعني والمستثمر مهم جدا يحس ان الدولة بتدعمه في أي مجال هو داخل فيه، وده يمكن احنا لما لقيناه في مجال الزراعة تشجعنا ان احنا السنة دي ناخد جزء كبير جدا من الأرض بالتعاون مع وزارة الزراعة ونشتغل بالتعاون مع الدولة في المحاصيل الاستراتيجية منها القمح، وطبعا بعد كده الفول الصويا بعد القمح برضو بالتعاون مع وزارة الزراعة احنا المساحة دي هنزرعها فول صويا. الدعم ده بيشجعنا ان احنا نتعاون مع الدولة ونتجه كلنا في الاتجاه اللي فيه صالح للدولة والمواطن. يعد حصاد القمح هو يوم عيد بالنسبة للمصريين، وتقدم الدولة ووزارة الزراعة عدداً كبيراً من الحوافز للمزارعين للنهوض بهذا المحصول الاستراتيجي. أحمد سعيد، مصر الزراعية.